ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم اجتماع للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد خصص لدراسة جملة من المشاريع القانونية القطاعية، حيث تطرق الاجتماع إلى مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بقطاع العدل ومشروع مرسوم يخص قطاع البريد والمواصلات السلكية وثلاثة مراسيم تنفيذية خاصة بقطاع الصناعة. كما استمع جراد إلى عرض قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإشراف، تضمن تقريرا حول تقييم انعكاسات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني. هذا وصادقت الحكومة على مشروع القانون لحماية السلك الطبي وكل من المراسم التنفيذية المتعلقة بتسيير الحسابات البريدية الجارية ونشاط تركيب الأجهزة الكهرومنزلية. كما تناول الاجتماع مشروع صفقة بالتراضي البسيط تتعلق بإنجاز مركز لمكافحة السرطان بولاية الجلفة.